السلام عليكم ورحمة الله. موجز الأخبار من قناة الشروق، مرحبا بكم. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دغلو دعمه لمعالجة قضايا المعاقين وأصحاب الهمم وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، مما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بصورة تجعلهم فاعلين في المجتمع. وثمن خلال لقائه أمس وفد المعاقين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر، حيث تفاعل الأشخاص ذوي الإعاقة مع قضاياهم اليومية وأوضح عدم استسلامهم للإعاقة، وعبر عن شكره للدور المقدر الذي يطلعون به، معلنا عن تخصيص جسم يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى نتائج مرضية، وأضاف: سنعطي هذا الأمر ما يستحقه من أولوية واهتمام. بحث الاجتماع المشترك الذي عقده والي القذارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب مع الوفد الاستثماري الوطني الزائر لولايته، بحث عددا من الموضوعات الخاصة بإنشاء مطار دولي بمنطقة العزازة وبورصة أسواق المحاصيل، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة بولاية القذارف في المجال الزراعي والحيواني. وأكد الوالي المكلف استعداد حكومة الولاية لتقديم التسهيلات اللازمة لقيام المطار وتوفير المطلوبات المتعلقة بالاستثمارات وصولا للأهداف المشتركة. كشف المدير الزراعي لشركة سكر كنانة المهندس بدر الدين بشار عن انتاجية متوقعة تقدر ب 250 ألف طن سكر خلال هذا العام. وقال خلال تدشين موسم الانتاج رقم 44 لمصنع سكر كنانة صباح أمس بحضور العضو المنتدب عبد الرؤوف مرغني ونوابه وعدد مقدر من مديري الإدارات بالشركة، إن جملة المساحة الزراعية التي سيتم حصادها خلال هذا الموسم تبلغ 70 ألف دان، وتوقع طحن قصب خام بحوالي 2.5 مليون طن بواقع 40 طن للفدان الواحد، وتوقع إنتاجية عالية خلال هذا الموسم في السكر والإيثانول. استقبل المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية المكلف طارق إبراهيم الفيومي بمكتبه ممثل برنامج الوبائيات الحقلي بالسودان محمد نجيب عبد الله وعدد من أعضاء الوفد. وأوضح ممثل البرنامج محمد نجيب أن برنامج الوبائيات الحقلي ينفذ حاليا نشاطا متكاملا في مجال الوبائيات والطوارئ الصحية، يشمل التدريب الميداني المباشر والعمل المكتبي لقياس الآثار الصحية جراء الأمطار غير المسبوقة والسيول التي تعرضت لها الولاية في أجزاء واسعة منها. أشاد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن وثمن مواقفهما الداعمة لدار رعاية الطفل اليتيم بالميقومة ولكل الدور الإيوائية والشرائح الضعيفة في المجتمع، وتقديم المساعدة الإنسانية وإسناد وزارة التنمية الاجتماعية في أداء رسالتها، مرحبا بكل المبادرات المجتمعية في رعاية الفقراء بمختلف فئاتهم. وكان قد استقبل بمكتبه أحد الخيرين الذي تبرع بمنزل مشيد بالخرطوم لصالح دار رعاية الطفل اليتيم بالميقومة. نهاية الموجز الإخباري قدمناه لكم من قناة الشروق، شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة.